بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الداعي الرحماني، داعي الحق بالحق إلى الحق، والصادق فيما أعرب بكنه علمه ونطق، أفضل سابق سبق، وأعدل شاهد صدق، أشرف خلق الله، السيد المبلغ عن مولاه مما حفظه ووعاه، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الأصل الأصيل، وعلى آله وصحابته والتابعين. اللهم إني أسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وحمد الصابرين، وتوبة الصديقين، وأسألك اللهم خوف العابدين لك، وعبادة الخاشعين لك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل المؤمنين عليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعزاء والأوفياء في كل مكان، سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة، والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله سرا من أسرار ذكر يا حي يا قيوم، فتابعوا معي. فالمداومة على ذكر الله عز وجل أمر مطلوب ومرغوب ومحبوب، لأنه امتثال لأمره تعالى، وأيضا يجلب السكينة والبركة والخير للذاكر. وسبحان الله، فكل ذكر له تجليات وأثر خاص به على الذاكر، وهناك بعض الأذكار التي يرى المداوم عليها تجلياتها وفوائدها بشكل سريع وواضح في حياته. من بين هذه الأذكار السريعة الأثر والتجليات ذكر يا حي يا قيوم، الذي ذهب بعض مشايخنا إلى قول أنه هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، والله أعلى وأعلم. والفائدة التي سأقدم لكم اليوم بهذا الذكر العالي القدر هي نافعة جدا لكل من يعاني من النحس والعكوسات وكثرة الأقدار والهموم والخوف من المستقبل، فتجد أي شيء يبدأه لا يكتمل ولا يخرج من هم حتى يسقط في هم آخر وهكذا. والطريقة أنك لمدة 40 يوما دون قطعها، وهنا أؤكد أنك إذا قطعتها أو نسيتها يوما واحدا فيجب أن تعيد من الأول، وهي ليست مشروطة بوقت معين في اليوم أو في النهار، بل تختار ما شئت من الأوقات التي تكون فيها يعني مرتاحا وليس عليك أي ضغط، وتقوم بهذه الفائدة من الليل أو من النهار. ومن الأفضل أن تنفرد في غرفة لوحدك، هذا يعني ليس شرطا، لكن من الأفضل أن تكون وحدك في غرفة حتى تذكر ربك بتركيز وبحضور قلب، هذا إذا أمكن طبعا أن تكون منفردا لوحدك. تبدأ على بركة الله أول شيء بالاستغفار، تستغفر 1000 مرة بصيغة أستغفر الله العظيم 1000 مرة، بعدها تمر إلى ذكر يا حي يا قيوم 1000 مرة، ويجب أن تذكر بحضور قلب وبتوسل وبتذلل لله سبحانه وتعالى، وأنت مستحضر جميع همومك. تختم مجلسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله بأي عدد تيسر لك، من 1 إلى ما لا نهاية، وأي صيغة شئت من الصيغ الصلاة على سيدنا رسول الله. والله الذي جل جلاله ستجد من الراحة والسكينة والتيسير والسعة في كل أمور حياتك ما يسرك، وستتعجب له قبل حتى يعني هذا، تجده قبل أن تتم هذه المدة. وطبعا لمن استطاع أن يبقى مداوما على هذا الذكر طول حياته تقربا لله وحبا فيه لا غير، فهذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى، وسيجازيك الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. وصلنا إخوتي في الله إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر لكم متابعتكم وأشكر لكم وفاءكم للقناة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.